الوقفه تاتي في سياق ديال الهجوم على المكتسبات ديال الشغيلة التعليميه مع هذه الحكومه اللي مسؤوله الان على الشان العام بالمغرب، وبان هذه السياسه ديال ضرب المكتسبات ديال النساء والرجال التعليم هي سياسه ممنهجه. وفي هذا الاطار هذا تنذكر على سبيل المثال الاقتطاع اللي كنعتبروه هو واحد المس خطير بالحريات النقابيه، واللي هو ضد جميع المواثيق الدوليه وضد ما ينص عليه الدستور. كذلك تجهيز اطار انفراد الوزاره الحاليه باتخاذ مجموعه ديال الاجراءات دون اشراء الفاعلين الاجتماعيين. كذلك تجهيز باش نحتجوا على الواقع اللي تعيشه الشغيله التعليميه خصوصا في العالم القروي، وعدم اخراج التعويض على العالم القروي الى حيز التنفيذ. هذه الوقفه هذه كما تشوفوا ان جميع النقابات حاضره هنا، من ضمنهم النقابه الجامعه الوطنيه للتعليم، ونحن الان بصدد ايصال صوت ديالنا المسؤولين على هذه الوزاره، في انتظار ان يكون فتح حوار حقيقي من اجل تحصين المكتسبات ديال النساء ورجال التعليم وديال الموظفين عموما، خصوصا فيما يتعلق بالتراجع على الاقتطاع، بانه التراجع على الاصلاح اللي باغي الحكومه ديره فيما يخص التقاعد، الزياده في السن ديال التقاعد يجب التراجع لها، ايضا فيما يخص التعويض على العالم القروي، ايضا بالنسبه لانتظارات ديال النساء ورجال التعليم، وكذلك الرفع من الجوده ديال المدرسه العموميه اللي تتعرف واحد الهجوم كنعتبروا احنا في الجامعه الوطنيه للتعليم هو هجوم ممنهج يستهدف الشعب المغربي في حقه في التعليم والتعلم. كذلك اننا ننتظروا من هذه الحكومه انها تشرك الفاعلين الاجتماعيين والنقابات في جميع القرارات اللي تتخذها، وما تنفعلش باي قرار يهم الشغيله التعليميه ويهم تدبير الشان. كذلك كنعتبروا بان هذا الشيء السبب ديالو كامل هو عدم وجود او عدم عدم اراده تواجد اراده سياسيه عند القائمين على الشان التعليمي والشان العام بالمغرب لاصلاح المنظومه التعليميه اللي تتعرف واحد التراجع خطير، ليس فقط من حيث المكتسبات ديال النساء ورجال التعليم، ولكن ايضا في الحق التعلم وفي التربيه بالنسبه لاولاد الشعب. ايضا بغيت ناكد على واحد المساله هنا على مستوى الجهوي، هو المساله ديال التدبير المالي، خصوصا في ما تعرفه البنيه المؤسسات اللي عاد تتبنى لمده قصيره ثم عامين ثلاث سنين او لا في ظرف عام انها تتولي ترمم. وللعلم بان التكلفه ديال البني في الجهه ديال شرارده الغرب بني حسن انها تكون زايده ب 20% باش نتفاداو هذه المساله ديال التشققات والى اخره. ولكن اللي تلاحظوا ان كل مؤسسه تتبنى تعليميه الا تدوز عام ولا عامين تتولي ترمم او لا تتولي وبهذه المناسبه تنطالبوا بفتح تحقيق في هذا الموضوع هذا. ايضا اننا تنتساءلوا على التعويضات ديال الاساتذه اللي مكلفين بالمطاعم المدرسيه لسنوات ما تتعوضوش، خصوصا في النيابه ديال القنيطره. شكرا.